هي مشاهد لحراك الطلبة والأطباء المقيمين اليوم بالعاصمة، حراك سلمي حضاري جاب مختلف الشوارع بشعارات تعبر على احترام إرادة الشعب. الرايات الوطنية كانت حاضرة وبقوة، زينت المحلات والبنايات. كما راك تشوف الشعب راهو قايم بالحالة، اخوان ترى مفتوحين، طرق راهم يمشوا خويا، سلمية سلمية. رانا خوا عندنا وانا مسلمين، ان الله يخرج من الظلمات الى النور والله يخلينا خوا عند ربي. سلمية المظاهرات وثقافة الجزائريين جعلت المحلات والمقاهي تعمل بشكل عادي، وهو ما عكس صورة لسلوك حضاري وروح المسؤولية والحس المدني للجزائريين بصفة عامة، فحق التظاهر مكفول دون عرقلة أي نشاط آخر. كاين دي كليون يجوا يشربوا قهوي، يبران دي روبا، يا اوكان سوسي. وشعب راهو برا اللي اون تران دو سو مانيفيستي، فوالا. حنا اوني افيك لو بوبل، سي تو. حراك برهن من خلاله احفاد جيل نوفمبر ما يتحلى به المواطن الجزائري اليوم من قيم تسجل بكل فخر واعتزاز.